من بيت شقا لبيت القاع حكايا الناس من دنيا سمع من بيت شقا لبيت القاع حكايا الناس من دنيا سمع دنيا جاية بدها تعيش ما بتكره العالم درويش فاتت طلعت من درخيش كله ماشي بالبخشيش انو شوف اقعد عالهزي دنيا وحدة بين قلوب ناس بتلعب عالمخفي دنيا بتلعب عالمشوف لا بشوف ولا بسمع ولا بحكي هيك قالوا لي ولما نشوف تسمع تحكيت عالساني كله تلاموني الدنيا نزلت الدنيا طلعت الدنيا راحت الدنيا رجعت الدنيا سمعت الدنيا قالت الدنيا نصحت الدنيا خربت كلهم بيقولوا دنيا فرقينا وحلي عنا حاضر انت المصايب كلها ايه ها وانت باينا بتخلى من دنيا اسمع تق المي وهي مي لا بشفق لا بقول اخطي ليش لا اشفق ما رح تتبدل ودير بالك ما تتبهدل ولك فلجة ما بدها اتنين يحكوا فيها القصة غير ذات شي ها متعينكم كلياتكم 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 غدي بستي لبالي يصير وما بدي شي غيره يا عماي بارك يا دنيا موال ولا تقولي إسا بكير إلا ما تفرج هالحال القصة ما بدها تفكير رزنا بدها طول بال ومراعاة كبير وصغير واللي سره مع دنيا بس الباب لك يا بابا هيك احسن بلكي اجى شي حدا طيب امن بعدين ايه ها والله الحسن طهري شقفتين من الكعب العالي انا اللي مزوج شقفتين لك عمي شو اكل اكل هو يا حضرتي علي يا صاحبي ويز ضغطي بالنسبه خلاص بابا قطه بسكوتك انت الثاني اتركنا اتركنا نفكر كيف بدنا نطلع من هالورطه ورطه اني ورطه اني ورطه معلوم حقك تسألي لأنه اللي بياكل العصي مو مثل اللي بيعدها أمك هي السبب اسألي أمك بتقلك يعني سحر ما ولدي؟ ولديت كيف ما ولديت لكان جابت توم صبيان ولي كله مدير المستشفى تركناه هو عم يزلغط من الفرح عن جد بابا؟ عن جد جابت توم صبيان؟ لك أدي توم أنت التاني أدي توم قال حاسبة على الليبرا قال إيه والله إبان أبو شاهر الغشاش أضبط من حساباتك يا عمي أبو رامي بعدي يعني وش بعدي بتشعب الكنادر بابا فهموني شو في شو صاير؟ إيه ها لا تطلعي فيني أنا يا إنسي ماي أنا ما دخلني أنا سويت مثل ما بدكن مني على الليبرا أوكي وأنتو خلصي يا جماعة
انا رايح ارجع السياره. استنى استنى استنى. نعم عمي. لا حبيبي. نعم. في شيء اهم من السياره. خير عمي. قرب لك. نعم. اختف. انت السبب. انا طلبت منك تروح تخبر ام رامي وتقول لها شو صاير معنا عشان تاخذ احتياطاتها. شو اللي اخرك؟ بدي افهم. بالنسبة لمقام الأنسي أوكي واللي معه. بس أنا لحد هلا ماني فاهمان شيء. مين هي الأنسي أوكي؟ يعني ما بتعرفي؟ منين بدي أعرف؟ إذا صار لكم ساعة حابسيني ما عم تخلوني أتحفظ، ما عم تخلوني أحكي مع حدا. إيه غشمي حالك. مثل ما بدك. بس أنا بعرف مين سبب هالمصايب كلها. الله يقصف عمرك يا دنيا. ومين هي دنيا؟ شغالتنا. من وقت ما إجت لعنا والمصايب نازلة على راسنا زخ مثل المطر. يا اخي الله يوفقك، ما بتحكي لي شو اللي صار. ليومر المعلم. يعني لأنت بتكون ضلوا حابسيني هون؟ ليومر المعلم. مين يعني؟ مدير المستشفى. وانت الاذن تبعه؟ شو عرفك انه انا الاذن تبعه؟ ما بعرف، بس انا هيك يعني هيك حسيت. يعني كسبي كسم اذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو ما عملت شو ما سويت بضلني آزل. ليك أفرتيني من دون ما تعذبي حالك. طول بالك يا ابن الحلال، والله زلة لسان. لا مو زلة لسان. لكان شو؟ جاوبيني. على شو؟ شو اللي خلاك تقولي عني آزل؟ قلت لك ما بعرف. حددي. شو يعني؟ يعني شكلي، طريقة كلامي، حركتي. ما بعرف، بس هيك يعني شكلك على بعضك كلك هيك قاسي. شايفة هالعبد الفقير اللي قدامك؟ المدير ما بيساوي شيء ليستشيرني. أي شيء قانوني، إداري، صحي، دوائي، علاقات عامة، دهلزة، زحلقت حدا من منصبه، توريط حدا بمشكلة، أنا بدلو على الحل. روحي اسألي المستشفى كله، قولي له مين محجوب، بيقولوا لك مين محجوب. وشو اللي جبرك تشتغل آذن لك؟ هو بالأول مات أبي، وتعا شيل حمل البيت على كتافك يا محجوب. ربي إخواتك صغار ودرسهم، لبسهم وطعميهم ليخدموا عسكرية ويتجوزوا. وهات يا محجوب وجيب يا محجوب. هد حيلي لتجوز الأول والثاني والثالث. وأنا بعرف. يضرب عليك أنا ونسيت حالك يا تقبر أمك. قبرتها من زمان وقبرت حالي بهالمستشفى. مر علي أشكال وألوان، مدراء، وزراء، ناس بطوائي، ناس بلا طوائي. لا كملت دراستي ولا شفت يوم فيه طعم الراحة. حظك المعتر يا مسكين. قضيت العمر كله خدام لفلان وعلتان. روح يا محجوب جيب الولاد المدرسة. أمرك معلم. روح يا محجوب جيب المدام الكفير. أمرك معلم. روح يا محجوب وتع يا محجوب. حفي رجلي وأنا أمرك. كلمة أمرك ما كانت تنزل على لساني. يمكن هذا الشيء اللي خلاك تقولي عني آزل. والله ما قصدت هينك يا أخي. لا لا. الشغل مو عيب ابدا. باينتك ابن حلال يا اخي، واللي ما بيعرفك بيجهلك. الله يخليك. خليني اروح اشوف بنتي، خليني اروح على بيتي. ليامر المعلم. قل له انك طلعت ونسيت الباب مفتوح وقامت هربت. وبدك ياني انزت بالشارع؟ طيب ولايمتى بتكون تخلوني محبوسه هون؟ ليامر المعلم. يعني الشغلة فيها سجن وبهدلة؟ اي نعم، والحق علي انا اللي طلعتكم. بعده هيك. الو مستشفى؟ ما
من فضلك اعطيني. يخرب بيتك شو عم تعمل؟ اي 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 اخ اخ شو عم تعمل؟ عم بطمن على مرتي زحف، قلبي عم يفور ويغلي عليها. ليه؟ خليه يفور ويغلي. شو يعني؟ خليك تدوق نص اللي دوقتها اياه للمسكين. انت مالك بحكي معي منه، فهماني؟ اي ها؟ كل اللي صار معانا بسببك. اسمعت عم مش عم تحكي. بس بس اسكت انت بليغة. انا قايمة اطلع على غرفتي وقامت وخلصت. اقعدي. قال تطلع على غرفتها قال. كلنا بالهوا سوا. عدي. قولي على حظي، قولي على قامتك يا دنيا، يا وش المصائب، يا وش النحس، كله من البيت. والعقوبة رح تشمل كلها. عقوبة؟ طبعا عقوبة. الكل لازم يتعاقب، لأنه الجريمة فيها تكافل وتضامن. قولي على قامتي، الله يخليك، لا تقول جريمة، لا تقول جريمة، الله يوفقك. قولي على قامتك يا وسيلة، قولي على قامتك. مبروك بنتك جابت صبي. صبي؟ الحمد لله يا رب. خليهم يطقوا بيت حماها. الله يخليكي، فيني احكي تليفون؟ مع مين؟ مع جوزي، بدي طمنه. وينه هلا؟ بالبيت، وين بده يكون يعني؟ طيب امشي قدامي. هذا الشيء ما كان لازم تساووه بنوب، في تجاوز واضح للقانون. اسكتي اسكتي، يعني ما بتعرفي كل شيء صار بشعورك وما عرفتك. ايه مزبوط، بس ما كنت متصورة يعني. بعدين بابا لو كان وضع المستشفى طبيعي ما كنا اضطرينا نعمل هيك. يخرب بيتهم، اهمال وتسيب اجباري عنه الواحد بيخلوه يفكر باساليب ملتوية. عمي رد. انا لا دخيلك، انت وفر لي اناملك لتربكتك. الو الو الو، مبروك جابت صبي. شو صبي؟ سامعانك شو قلتي؟ مثل ما عم بقلك، ليك وحضرة المدير قاعد جنبي. لشو؟ يعني ما بتعرف ما؟ لك ما عم يخلوني اتنفس، ما عم بقدر احكي ولا كلمة مع بنتي سحر. ايه حبيبتي؟ سامعك سامعك حبيبتي، قولي. قال بده اياك تجي انت ومراد والانسة. اوكي، قصدي مقصوفة الرقبة. لك هي عملة بتعملوها؟ الحمار ما عمل عملتكم، كيف بتطوعوها؟ أنا مالي حمار. الخطأ مو بالفكرة، الخطأ بالتنفيذ. التنفيذ ما كان على الليبرا. المهم هلأ جيبون وتعال، أنا رح يطق قلبي هون. يعني بدك تقول أنا رهينة؟ معك نص ساعة، يا أما بتجوا يا أما رح يجيبوا الشرطة. خدها على الغرفة الثانية وخليك معها، اوعى تهرب. ها انا هون، ما راح اتزحزح ليجوا. امرك معلم، تامر شي ثاني معلمي. دخيلك استاذ، خليني اشوف بنتي، الله يوفقك. خذها على الغرفه بسرعه بسرعه. راح افرجيهم مو انا اللي بصير فيني هيك على اخر الزمن ينضحك علي. هذا الشيء ما راح اسمح فيه بنوب. يا حصرت عليك يا امرامي، انا سببت لها بفضيحه، هي رهينة وأنا مطالبة بأيدي شيء. طول بالك يا عمي أبو رامي، طول بالك، حط راسك ونام، والصباح رباح وقامت وخلصيت. أني صباح وأني رباح؟ بعد نص ساعة إذا ما بكون بالمستشفى رح يجيبونا الشرطة. شرطة؟ لا، ليش الشرطة يعني؟ ليش نحن يعني لا سمح الله مرتكبين جريمة قتل؟ الو، مرحبا يا مو، انا مراد. لا 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 ترتبي لا ترتبي، ما في شيء. اخيرا صرت ابو وديع. ايه ايه، مرتي سحر ولدت وجابت لي صبي، سميته وديع على اسم ابي الله يرحمه يا مو. لك لا انتحال شخصي. لا تبكي، انتحال شخصي. بعرف شو يعني.
بدنا نروح فيها اعدام. اعدام يا عمي. يا مو لا لا خبري العيله وعيلتي وست كل يده خبز. ست شهور ويله ويلي ويله ويلي يعني بدي اصير حدوم انا. الله لا يغفر. ايوه انا مراد اخيرا صرت ابو ودي. اي نعم ربتني يا دنيا. ما تنزحر ودك جابت لي ودي. بدي اروح بشربتي. ايه على اسم ابي الله يرحمه. بدي اسويها هلا. ودي شو بده؟ خيلتيني يلي بيصير عليك بيصير علينا. لا اخواتك كلهم يلي لحالك وقلب خصيت يا عمي. الفكره فكرتك من الاساس بس التنفيذ كان سيء. انا تنفيذي كان سيء يا عمي. انا بيهون عليك كل هالقد تعبت معك وكي 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 على الفاضي كلياته. انا بحمي حالي هلا وبرجع على طيعتي وقلب خصيت. انا بنت ناس اوادم ومربايع على الغالي. كيف لك ان بجيب اخر هالعمر بوطي راس ابوي الله يرحمه وهو تحت تراب. لا لا الو اقعدي. وين ما جيت ابوك هي لا تحبي لا ترتبي لا ترتبي ما في شيء. اخيرا ابو وليد انت بتصبي وعليه وش الزواج. بكره بده يتزوجها اذا عرفوا الابو خرج حبوس. ليش مين بده يتجوزني انا؟ ليش انا اكله مين بده يتجوزني؟ اصلا كل هالفكره قايمه من بالي. المهم خلونا نلاقي حل لهالورطه اللي نحن فيها. رحلي ياك يا حق عبال عندك. مع السلامات. ولك سكر السماعه وسكر تمك. نحن بشو وانت بشو؟ لازم خبر العائله وعائله العائله. لكان صار لي انا عم بستنى الخبر سبع سنين. ليك ايه ها؟ نسيك الفراطات. شو هدول؟ مشان تطلع أي تعزف تليفوناتك من برات البيت. طيب سحر وحماتي والصبي. شو انت اول واحد بيجي صبي؟ ورجيني على كتافك. يا ريتني اردت له انه بسناني اصلا ما بتلزمه بكفي اصابيعه. اخ احنا منه شرطة دنيا. افتحي الباب. لا افتحي افتحي الباب يا بابا. انا لك افتحي الباب دنيا. نسياني انت مين وانت؟ انا اوكي اوكي. خلص مو هذاك بعد تلفين بس المهم ما تحلل مشكلتي. ولا يهمكم انا بدبر الموضوع. الله يبشرك بالخير يا انسي مي. منروح كلياتنا على المستشفى. ها انا ما بروح معاكم. انا ما بختي هيك خطوي مرت الرخور. انت وبتروحوا انا برجع على ضيعتي. بالله انت متورطه معنا. انا بعطي عنوانك للشرطه بخلي يجيبوك من الضيعه شحط لهون ببساطه. لا انا ما بروح معاكم. عمي ابو رامي حط عينك بعيني. حط عينك بعيني. انت صاحب الفكره ولا انا؟ ما انت اللي قلت لي دنيا اليك ولا للديب وانا قلت لك خاصه الديب. يا عمي ابو رامي انسي مي مين اللي زبطني وهندزني حتى اعطي شكل بنت الاوكي؟ الله يسامحكم انتو الجوز حطيتوني ببوز المدفع وبدكم ياني اروح معاكم مرت الرخار. لك يا مجنونه شو نسيتي اني انا صحفيه؟ ايه ها بالحكي تبعكم وكم صوره بالمستشفى بنشر غسيلهم الوسخ بشقفه مقال. مقال؟ إيه ها شفناكي فوق وشفناكي تحت. والله أنا بكتب أحسن منك. خداي نظاراتك وأنتو خلص لا تذكريني. عمي أبو رامي أنا رح أوصلك لروحة. بالله شو طالبينك مثلك مثلنا. أنا ما من شي اعتبروني شوفير وسجلتوني. ليك أنا شو دخلني؟ إذا ما بتفوت معانا أنا ما رح أفوت ترى. هلا لا تحطي نارك بالناري. لازم يضل واحد برا منشان يوكلكم محامي يجيب لكم أكل وكعك على الحبس وقت الزيارة ولو. مت عينك عم بتقولها كأنك شمتين فينا. هلا سمعونا شوي مشان الله خلونا نفكر شو بدنا نعمل بهالقصة. بس السيارة ما حفوتها لجوا لأنه هي أمانة رح أصفها برا. ها والله هالسيارة تقول مطفية الكهرباء برا والله ما عم بشوف شي. يا جماعة طمنوا بالكم أنا حاسبها على الليبرا. رديد رديد من يوم يومه هيك هو على شو عاطي بنتك ما بعرف.
الله يجيرنا. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اهلين وسهلين. شرفوا. ها هي الان ساوكي. يا هلا ومرحبا. نورك طفى الكهرباء. لك لك يا الله ليش خايفين؟ يلا. وين وين رايحين؟ شو وين الكعب العالي واللبس المقدر والكتف الراكز؟ قلت لي هي بنت الاوكي. هلا رد مليح هالشرشوحه. هي بنت الاوكي اللي خلفوك شراشيح ولاده بلسانك احسن ما اقص لك اياه. دخيل دخيلك مشان الله خليها الليلة تعدي على خير. شوكيني مي مالك شايف شلون نفش حاله مثل ديك الحبش؟ اخي بدك تفوتنا ولا لا؟ والا بروح والشاطر يلاقيني. تفضلوا فوتوا وشوفي شو بده يصير جوا يا بنت الاوكي. شرفوا. نفوت ليش لا يعني؟ روح عمي روح. تفضل اي انسي مي. دنيا لا تعدي هلا ضوجك تبحثي قدام العالم. لازم نضبط اعصابنا كثير منيح والا رحنا بشربه مي. ها لا انا اللي رح اروح بشربه مي. امشوا بلا وتوته. رح نخلص من اوامره هيدا الرخور. خلاص خلي عليك نشب دمي ما بقى في دم. تفضلوا. اهلا اهلا. خليك مكانك. بعرفك بنتي مي. تشرفنا. مين الانسه؟ اوكي. اهلا اهلا. يا اهلين ويا سهلين ومرحبتين بهالعينتين. الله يسعد اوقاتك ويرحم امواتك يا جناب المدير. يعني نحن بقول جايين لحتى نعتذر اذا بدر منا لا سمح الله اي غلط حشتنكشني عمي ابو رامي والمسامح كريم وقامتوا خلصيت. سامحكم بعد كل اللي صار بدكم ياني سامحكم؟ انا بقول يعني المسامح كريم وفكرتي يعني نفرض احبيه هيك بلا مشاكل وجعة راس لا لنا ولا لك. لا مهضومة كتير الأنسة. أوكي ما شرحت لها شو معنات انتحال شخصية؟ شرحت لها. نحن مستعدين لكل طلباتكم. طلباتنا؟ بسيطة كتير بتنالوا جزاءكم. يا جناب المدير يعني بدنا ما ندخل بسين وجي. يعني شو طلباتك؟ نحن جاهزين. القانون هو اللي بده يطلب مو أنا. انتحال شخصية من 6 أشهر ل3 سنين سجن بس هيك. بس يا جناب المدير لازم قبل ما تاخذ هيك قرار تحاول تبحث شوي بالاسباب اللي خلاهم يعملوها. شو حاطينا محامي الدفاع عنكم؟ يا ريت يا انسه تاجلي مرافعتك للمحاكمه. لا الانسه ما لها محامي الدفاع. لا تشوفها هيك ما بتعبي العين. بس هي صحفيه قد الدنيا. صحفيه؟ شو انتحال شخصيه مره تانية؟ انا يا استاذ بيشرفني اني اكتب تحقيق صحفي عن المشفى ويبدو في عندك ماده دسمه ومحرزه كمان. صحيح يا أنسة بس نحن بنتمنى إلقاء الضوء على الخدمات اللي بنقدمها للمواطنين. ونحن كمان بيهمنا كتير إنه نلقي الضوء على جانب كتير كتير مهم. هذا الجانب اللي عم يخلي العالم تقوم بأفعال كتيرة مثل انتحار الشخصية. إسا بيقولوا لي انتحار شخصية؟ هنن اللي افتكروني بنت الأوكي ما أنا قلت لهم. لا تنسي إنهم غشونا. غشوني أنا بالتحديد. ما حدا غشكن ما حدا غشكن. انت واول ما شفتوا الطاقيه والنظارات والكعب العالي وسياره الرقاصه نانا انت اللي افتكرتوني شغله كبيره حاجه تغمز لي بعينك يا عمي ابو رامي وتعض لي على شفايفك. بكل الاحوال كلامك هاد بياكد جريمتك بانتحال الشخصيه. ايها قيسا بالمنطق شكلي هذا شكل بنت اوكي انا. انت لما اجيتي لهون كنتي لابسه غير شكل وموديلك شيء ثاني وهذا اسمه بالقانون. يا عمي نخرت عظامي وانت تقول لي قانون 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 قانون. امت عينك مت عينك على ما بخيلك اركبه وبلغ الشرطه وانتو خالصين. خرب بيتي خربتي بيتنا. وانت قلتيها بترجاك من الشرطه. انا رئيس ذاتي محترم بدي اترك لاولادي ذاتي محترمي. استاذ انا بفضل انه نحل الموضوع بلا شرطه. يبدو انك لسه ما استوعبت انه الطرفين عليهم اشكاليات. ما هي مثل شو؟ نحن الصحفيين يا أستاذ مثل شرطة المرور منطالع لك عيوب ومخالفات من تحت أظافيرنا. ماشي الحال. أنا عندي اقتراح.
إذا اتفقنا عليه منلغي موضوع الشرطة. إيه هيك ها، يسعد قلبك يسعد ربك. من الأول حكاية بالرواق، شو كان صار يعني؟ نحن جاهزين. تفضل ارتاح. تفضل يا ناس ارتاح. أنت لا، خليني هون. ليش أخليني هون؟ شو عمي أبو رامي شو بده يسوي؟ حاج تحط لي على شفايفك. ألو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ما شاء الله. على كل مشي الحال، جوزك والانسه اوكي عند المدير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. يغزل عينه ما شاء الله مثل القمر. ورجيني. لا مثل ابوه. خدع وما بتترك ابنوب، فهمت شو عامل لك؟ امرك معلم. بس هيدا ظلم والله ظلم. احكي لك كلمه يا عمي ابو رامي، احكي لك كلمه. يا انسي مي صحفيه، اتركني مثل عينك، بطلع لحالي انا. الحق معكم، عملك بايدها يا جناب المدير. هاي نحن نفذنا كل شيء امرتونا فيه. ممكن شوف ام رامي وشقة على بنتي سحر. تفضل. شكرا. بس انت يا انسه مي خليك شوي، بدي اشوف اختي والصبي، حابب دردش معك شوي. لوين اخذني انت؟ ممنوع السؤال. ولا كلمه ولا كلمه ولا كلمه. بس فلت ايدي، ما راح اهود يا عمي. شوفير وينه؟ وصلنا وهرب. وبنتك ما فيك تشوفها. بس المدير سمح لي. انت بتسمع كلامي واوامري هي اللي بتتنفذ. كرتونة الدواء بتجيبها. كرتونة الدواء بالسيارة؟ بتجيب الشوفير والسيارة وبعدين بتشوف بنتك. منين بتجيب لك؟ اتصرف. انا المدير ما انا هيك شيء منه. انا رح اراجع. ما رح تستفيد شيء. اوامري من اوامر المدير. وراح يقول لك نفس الكلام. جيب الكرتوني معك. أنا واصل مشوار وراجع حسب أوامر اللي فوق. عندي علم. رافقتكم السلامة يا مرافق بنت الأوكي. تفضل. شكرا. عفوا. عمي انا هون. لا انت لكان جاب الغلا. ليش هربت ولا الف ام تبكي ولا امي تبكي؟ لكان ليش رجعت؟ بدي اشوف ابني. نطف قلبي على ما اشوف ابني. ايه ما تروح تشوفه. بس انا خايفك مشوني جوا. لكان إيه لا تخاف. المساله انحلت بأبسط من هيك بكثير. إيه بس أنا ما بصدقك. تصطفل. قلي وين كرتونة الدواء بلا؟ ليش بدك إياها؟ هيك بدي إياها. طيب إذا جبت لك كرتونة الدواء من السيارة ما بتقعد بتبهدلني على الطالعة والنازلة؟ لا. بس بدي أسألك يا عفريت، وين حطيت السيارة؟ السيارة؟ إيه. السيارة لكاكة. يا حارس ان شاء الله. يا حارس ان شاء الله يا عمي. اتركني يا حارس. يا حارس ان شاء الله. يا حارس ان شاء الله. كبشته ان شاء الله. كبشته. تعال تعال اضربني. تعال عمي طالع ما فتح من جيبته. طالع ما فتح من جيبته. عمي السيارة حطيتها هون على الشمال. ان شاء الله. وفوتها لجوا. روح اتركني ان شاء الله. كبشتك كمشتك. الله يخليك يا جبان. شو قدروا على الحج؟ هون بسرعة تشنجوا رجلينا. لا تشهلنا. شو بسوي؟ شو قلتي؟ قلت الله لا يوفق اللي كان السبب. لك أخي لوين أخذني؟ امشي قدامي ولا كلمة. طيب اترك إيدي شوي. امشي.
افتاح دبو البنزين. نعم؟ عمل لك افتاح دبو البنزين وخلصني. مشان شو؟ مشان نعبي سيارة الأستاذ محجوب. بالله شو؟ افتاح وشفوط. طيب اترك لي إيه؟ بفتح بس بشرط واحد، بتخليني اشوف ابني؟ هلا اشفوط وبعدين بخليك تشوف ابنك. يلا يا شاطرة يلا، كله بده مسح وتنظيف. ايه الله لا يوفقك يا عمي ابو رامي، يجي نظيف معي هوي. شغلتك خدامة، انت ليه زعلانة؟ استاذ محجوب، استاذ محجوب خير؟ شوفي انا بحرصها، روح ارتاح انت. لا لا معلش عم بستنى شوي. حكيت لي مع المدير الله يخليك يا استاذ محجوب، ما انا غيرك. والله نسيت، بكره ان شاء الله روح. كل بلاء على الشغل. الله معك. على مهد جقت الدنيا. دخيلي ابي موجوع كثير. هلا عطيته مهدئ، شو مفتكر ما في عنا غيره؟ الله يخليكي، انا ما عاد ينطق. واحد عم يموت، شو بدك يعني ساوي له؟ شو بدك تساوي له انت؟ بنت عينك قاعده عم تلعب التليفون وتطقي حنك، شو شغلتك انت هون؟ ممرضه ولا لا؟ حطي عينك بعينك. نعم؟ ومين حضرتك؟ انا خليكي بشغلك ولا كلمه. بنت عينكم شو ما في بقلوبكم رحمه، والله حرام. خذ هاي كرتونة الدواء، الشوفير والسياره عند الحارس. انتوا كيف بتسمحوا لنفسكم تعتقلوا ست كبيره؟ يا آنسي مي، أمك وأفرجنا عنها ونحن تنازلنا عن تبليغ الشرطة، وأختك وولدناها وسمحنا لأبوك يروح. إيه ولو يا أستاذ، أنا ما فيني أكتب الشيء الإيجابي وبس، هيك علمتنا صاحبة الجلالة. صاحبة الجلالة؟ دخلك ومين وهي صاحبة الجلالة؟ الصحافة. شو ما بتشوف تلفزيون؟ بطولة فاروق الفيشاوي. ها إيه إيه مزبوط مزبوط. بس يا آنسي، إذا بدك تكتبي أرجوكي ما تقسي علي بالحكي، والله بيطوطولي. شو هاي طوطولة؟ شو ما بتشوفي تلفزيون انتي؟ أستاذ محجوب، يعني بقول إنه اثنيناتنا عبد مأمور، شو رأيك ترحمني؟ وأنا ضف إسعاف وقمتو خلصت؟ لا 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 لا، لسه ولسه، إبدي من هون. حاضي. عود وعرم على راحتك. الله منك. وين الاسعاف يا شباب؟ لوين رايح؟ لك اخي بدي دلة شوافك انسانيه. من هون يا اختي على مين؟ اخي تعال كمل شغلك. طيب امتى بدي اشوف ابني؟ هلا كمل شغلك وبعدين بتشوف ابنك، تفضل. امشي لشوف. طيب وينكم؟ حدا يجي يساعد. انا بحرق. وين رايحة؟ في حد متعينا. سكي الله يستر عليكي حلال. على مهلكم، على مهلكم. طولي علي يا اخي، طولي بالك، طولي بالك يا اختي. شو صار معكم؟ حادث سيارة. كيف صار الحادث؟ طلع بوشنا تراكتور فات فينا. الله لا يوفقه. من امتى؟ من شي نص ساعة. شي نص ساعة؟ بسوقه بسرعة، الله لا يوفقهم يا رب. هذا تصوير. غرفة الأشعة مقفولة. وين المفتاح؟ مع الممرض المناوب. وين الممرض المناوب؟ شو مناوب؟ مو بالمشفى. لك شو التسيب هذا؟ لك بقى محجوب؟ محجوب؟ محجوب حاف؟ هزولات افلام للتصوير الشعاعي ما في. شوي بس الشاب مختار، بده نقل على غرفه العمليات فورا. ايه نقلها. خذي يا انسي خذي، اشربي لك شفه ماي. سكر اخي. اخي يا ناس شوفوا لي اخي، بدك وين الدكاتره؟ وين الاداره؟ والله اذا صار علي شيء لا خرب بيتكم، والله لا انا بالمستشفى كواني تحتاني. معك حق. لك وينكم؟ شو ها؟ شو عم بصير؟ ليش عم تعيطي؟ وانت شو عم تعمل هون؟ يلا على المسرح ولد، على المسرح. انت ولا ليش عم تعيط عليها؟ احترمي حالك على السماء، شاش حالك انت الثانية ها؟ ايه هالحكي ما؟ شوف شوف، لو بتعرف مع مين عم تحكي كنت قلبت قد الصرصور. قلت لك احترمي حالك احسن لك، لسانك هذا بقصه. قلت ادب. بسيطة. ما تقولي بنت الاوكي وما عندنا خبر. يلا ولي روحي امسحي احسن ما اجيب لك الشرطه. ها يلا يا حبيبي يا حبيبي. سيك هيدا
شو خان؟ استاذ الله يخليك اخي عمل حادث. ويعمل حادث شو اعمل له؟ عم ينزف عم يموت. يا انسه نحن كل يوم بيجي لعنا 100 حاله على المستشفى، في اصول في اجراءات في مراتب. نهايته بدكم تسعفوه ولا لا؟ شو كمان انت الانسه اوكي؟ الظاهر ما بتجي بالحسنى. بسيطه رح فرجيكم. شو ها؟ الله الله اليوم كله عم يهدد. معلمي مصيبة وقعت على راسنا يا معلمي. تفضل معلم. شلون صار الحادث؟ كنا جايين من مزرعة حازم، طلع بوشنا تراكتور فات فينا. أهلا وسهلا سيدنا، شرفتوا. نور المستشفى سيدنا. بحب أعرفك، أبي يا سيادة المدير. وهذا يخفى القمر؟ معلش انا بعتذر عنه. مين هيدا؟ ابي. ابوك؟ ايه ها، شو بتفرقي عني يعني؟ انت بنته للاوكي وانا بنته لاسعد سعيد من غير اوكي. على هالثمن. تفضلوا تفضلوا شباب. لهون لهون سيدنا شباب. تفضلي تفضلي. شو بتحبوا تشربوا سيدنا؟ شو وضع ابني هلا؟ كله تمام، ما في خطر عليه. شلون ما في خطر عليه؟ بده عمل جراحي مباشرة. بسرعة، جهز غرفة عمليات بسرعة. حاضر معلم. هلا وقت معلم. حاضر حاضر. ألو؟ أيوه أنا. ماشي الحال ماشي الحال. لسه. إن شاء الله خير. ماشي ماشي، لنشوف. أنسي ماي فيك تروح تطمني على أختك وابنها. سيدنا في كسر متبدل بالحوض مثل ما لك شايف، ولازم عملية فورية. بابا مو هون، لازم ننقله لغير مستشفى. صعب كتير نقله هلا، الوقت اللي بمرق ممكن يشكل خطر عليه. على كل حال غرفة العمليات صارت جاهزة. تيسر متى؟ بالإذن. وليش جبتيه لهون؟ كان أقرب مشفى. سيدنا تسمح لي أشرف على العملية بنفسي. أوكي. هذا انت؟ اي انا، الاستاذ محجوب هيك قال. بسيطه نتواجه. اي نتواجه. روح.
هلا معاملة ارجعوا لورا اسمعني واحد 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 بيعطي المعاملة هيك شو حشرك شو حشرك يلا واحد واحد يعطيك المعاملة يلا اعطوني المعاملة ارجعوا لورا اعطوني المعاملة واحد واحد حشر رجعوا لورا رجعوا لورا واحد واحد اهلا معلم اهلا شو صار طمنوني طلبنا الدم لحد هلا ما جابوا شو يا محجوب على الطريق دكتور شو صار بالدم ما عنا من زمر الدم تصرف تصرف بسرعه خلصني محجوب حاضر حاضر بدك تضلي تمسحي لينضف انتي هوني والله يا انسي اوكي انسي شو انسي اوكي ما فهمت هالكلمه سمعتها كذا مره اليوم هاي قصه طويله ببقى بشرح لك اياها بعدين يا انسي ما عاشت الاسامي يا انسي ما شو دوامك بالليل لا انا مالي موظفه هون ولا بشتغل هون انا خدامي بس يعني تقدري تخلصيني من هالورطه يستر عليكي ورطة شو؟ حكاية مع أبوك؟ يا أنسي خير خير كيف العملية؟ لا 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 العملية ماشية والحمد لله بس لازمنا دم أنا زمرتي من زمرة أخي ما بيكفي بنا دم كتير شوفيني المرافقة بركة تساعدونا تعا تعا أنا بساعدك مين زمرته سلبي؟ أنا تعا أنت وأنت وأنت الحقوني يا أنسي أنا بدي أتبرع بالدم أنت شو زمرة دم؟ ما بتفرق اللي بدك إياه حاضر خود اشباح فيها من التحليل طبعا اذا الاستاذ محجوب بيده الحل والربط والمدير هم الوحيد شلون لزق الكرسي على قفاه انا اليوم من الصبح للساعه 3 بعد الظهر صرت عامل 3 عمليات وين بقيه الاطباء المناوبي شو ما في غير احنا بالمستشفى حبيبي انت مالك مدعوم والاستاذ محجوب مو راضي عنا انت بسايره اذا ما اجتك صفحه على باريس لحلل لك شواربي ما فشى ما صفي غير محجوب يتحكم فينا بس لي بوجه شو صار بالدم؟ جاي هلا حضرته بغرفة المدير؟ ايه لو بتشوفوا منظر المدير وهذا شو اسمه محجوب ايه صاروا يرشفوا قصب منه اقلبوا قد الكمشه طيب شلونه؟ شلون كسبه يعني؟ يعني بني آدم شلون بده يكون شكله؟ مثله مثلنا أربي تعي بابا ما بيخوف اسفي اسفي أنا ما توصيني شو جابه لهون بابا مشي الحال وصار الدم بغرفة العمليات ومين هاي هاي الأنسة أوكي مين بعدين بحكي لك هي كمان تبرعت بدم انتي حتىني تعرف نحن كمان ولاد اصل ومربايين على الغالي والله يا استاذ سكيني انسي على مهلك الحمد لله بالهنا والشفاء خلصت العملية سيدي العملية نجحت في 100% الحمد لله على سلامته الحمد لله على سلامته طولي بالك بابا طولي بالك الحمد لله انقضت على خير الحمد لله على سلامته يا أستاذ مسؤول الله يسلمك وإلك فضل كبير علينا استغفر الله يا أنسي أوكي كله من فضل رب العالمين هيدا تفضل يا أنسي شو هاد لون؟ هاد لون حقك من المعلم يلهوي لي أبيع دمي أبيع دمي
ولك انا ما ببيع دمي بكنوز الدنيا. الله يحفظ لك هالمحروس وهالانسي السنيورة الانسي مها وامتو خلصي. شو اسمك يا أنسي؟ اسمي أنا؟ إيه نعم. اسمي دنيا، دنيا أسعد سعيد. تفضلي. يعني هذا مو خسي هيدا؟ هيدا شو هيدا؟ بدك تقولي إنه طاقة الفرج انفتحت لك. أي شيء بيصعب عليكي بتتصلي على هالرقم. هذا كرت بلانش من المعلم. يلا بابا خلينا نشوف وائل. شرفوا سيدي شرفوا. باي أنسي. الله معك أنسي مها الله معكم مع السلامة. تعال أقول لك شو قلت لي اسمه هيدا؟ اسمه كارت بلانش. إيها شو بقدر أسوي فيه؟ هذا لما بتتصلي بهالرقم نعم تتلبى كل طلباتك. إيها إسا بدك ياني أنظف المستشفى وأمسحها وأشطفها؟ إسا بدك تبلغ الشرطة؟ قل لي لحتاني أعرف أتصرف بهذا اللي اسمه. شو اسمه يا ربي؟ من بيت شقا لبيت القاع حكايا الناس من دنيا اسمع. من بيت شقا لبيت القاع حكايا الناس من دنيا اسمع. رجها لحال القصة ما بدها تفكير.